السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازي حضراتكم يا باشمهندسين اخباركم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهارده ان شاء الله هكلمكم عن uh, paragraph writing how to write a paragraph this is the first slide let's have a look writing a paragraph first of all let's um, let's know how what do we mean by a paragraph عايزين نعرف من البداية كده What is a paragraph? أما نقول اكتب paragraph ده عبارة عن إيه؟ uh, A paragraph is a group of sentences that tells about one subject or area. يعني الparagraph ده عبارة عن مجموعة من الجمل اللي بتتكلم عن موضوع معين أو مجال معين. Each sentence in a paragraph must give information about the topic. كل الجمل داخل paragraph الواحد لازم تكون بتدعم الفكرة الرئيسية للparagraph. reasons to write a paragraph number one to describe something يعني ايه هي الاسباب اللي بتخلينا نكتب paragraph اول حاجة إن احنا نوصف شيء معين أو to tell a story ان احنا نقول قصة نتكلم عن قصة أو to explain something to explain a process ان احنا نتكلم عن شيء معين او نشرح شيء معين او نشرح عملية معين uh, number four to persuade to persuade means to convince ان يعني احنا نقنع شخص بحاجه معينه مثلا to convince someone to give up smoking to convince someone to do sports وهكذا parts of a paragraph جينا بقى الجزء المهم جدا بالنسبه لنا اللي هو how to write a paragraph او oh, سوري uh, parts of a paragraph يعني الاجزاء المكونه للباراجراف الاول يا باشمهندسين عايزكم تنسوا خالص موضوع المقدمه الجاهزه اللي كنا بنحفظها في الثانوي ان احنا كنا نقول no one can deny that this topic plays a very important role in our life كان المدرسين يقولوا لنا يا جماعه احفظ المقدمه ديت وكتبها في اي باراجراف تيجي لك الكلام ده طبعا غير صحيح ما فيش عندنا في الانجليش حاجه اسمها مقدمه جاهزه الموضوع ده ننساه تماما لا احنا عندنا الـ parts of a paragraph اجزاء الباراجراف ثلاث اجزاء اول جزء اللي هو الـ topic sentence topic sentence ودي عبارة عن الجملة الرئيسية أو الفكرة الرئيسية للparagraph number two supporting details supporting details وساعات بنقول عليهم body sentences supporting details ديت اللي هي مجموعة الجمل الجمل اللي بتدعم الفكرة الرئيسية من كلمة support اللي هي يدعم ثالث حاجة closing statement Closing Statement اللي هي الجملة الخاتمة أو اللي إحنا ساعات بنسميها Conclusion يبقى إحنا عندنا كده تلات أجزاء لكتابة ال Paragraph Topic Sentence الجملة الرئيسية Supporting Details اللي هي الجمل اللي بتدعم الفكرة الرئيسية وتالت حاجة اللي هي Closing Statement اللي هي الجملة الخاتمة اللي هي بتلخص كل ما جاء في ال نشوفهم كده بالتفصيل topic sentence states the main idea of the paragraph يبقى دي بي بتوضح الفكرة الرئيسية للparagraph it tells the reader what the paragraph will be about والجملة دي بتعرف القارئ الparagraph اللي هو هيقرأه ده عبارة عن ايه يعني انت ما بتكتب مثلا paragraph <applause> معين واجي انا اقرأ الparagraph ده اول جملة دي, دي التوبيك سنتنس انا من خلالها بعرف الموضوع هيكون عن ايه بالظبط A good topic sentence does two things. والتوبيك سنتنس الكويسة دايما بتعمل حاجتين اتنين. أول حاجة it names a subject يعني بتذكر الموضوع. It gives you the focus or main point or comment. يعني التوبيك sentence هي كمان بتكون عبارة عن جزئين اتنين. الموضوع اللي بتكلم عنه وتعليق أو تركيز على الموضوع ده إيه يعني بتكلم عن إيه بالظبط. مثلا على سبيل المثال لما أقول smoking has bad effects on our life احنا هنا عندنا دي سنتنس ممتازه جدا smoking has bad effects on our life اما اقول التدخين له اثار سلبيه او اثار سيئه على حياتنا عندنا الموضوع الرئيسي اللي هو smoking وانا عملت عليه فوكس او مين بوينت او كومنت اما قلت has bad effects on our life بعد كده عند مثلا مثال هو تاني برضو قدامنا Egypt religion the subject وده المين فوكس أو Egypt Egyptian religion gods أما أجي أتكلم عن الحاجة دي فأنا قلت لكم مثال أبسط من ده شوية عشان يكون واضح طيب السبورتنج supporting details أنا كده كتبت التوبك topic sentence في البداية وعايز بقى supporting details اللي هي الجمل اللي بتدعم الجملة الرئيسية أو الفكرة الرئيسية اللي هي supporting details sentences هي تعريفها sentences that are connected to the main idea هي عبارة عن مجموعة من الجمل مرتبطة بالجمل الرئيسي لازم تكون كل الجمل دي بتدعم الفكرة الرئيسية they include information وبيكون فيها معلومات أو details the reader needs in order to understand the topic يعني بيكون فيها عبارة عن معلومات وتفاصيل القارئ يحتاج المعلومات دي عشان يقدر يفهم ايه الموضوع. Sentences should be ordered in the best possible order يعني لازم ان احنا نرتب الجمل دي مش مش الجمل اللي تيجي على دماغنا نكتبها وخلاص لا لازم تكون مترتبه بطريقه معينه بحيث يبقى فيه smooth flow يكون فيه تدفق كده او ايه يعني تسلسل للافكار ما نحسش ان كل فكره جايه من حته. Three main ways to do this ممكن نرتب الافكار دي بثلاث طرق ممكن بالتايم ايه اللي حصل اول وبعدين ايه اللي حصل بعده وبعدين ايه اللي حصل بعد كده اللي احنا بنقول عليه كرونولوجيكال اوردر اللي هو التسلسل او الترتيب الزمني. location الم... المكان ايه اللي حصل في المكان ده بالظبط. or importance نبدا مثلا بالاقل اهميه وبعدين الاكثر اهميه او العكس. يبقى احنا بنرتب السبورتنج ديتيلز بثلاث طرق. time, location, importance. <applause> اخر حاجه الكلوزنج ستيتمنت. هي الجمله الخاتمه ودي مهمه جدا لان الجمله ديت sums up the paragraph's message يعني الجمله ديت بتلخص كل ما جاء في الباراجراف وبتسيب القارئ باهم النقاط اللي جت في الباراجراف وبتوصل رساله النهائيه المطلوب او المستهدفه من الباراجراف it reminds the reader of the topic وهي بتفكر كمان الريدر القراء بالموضوع وكل ما جاء في الموضوع بتكون عباره عن جمله واحده والـ Closing Statement عادة بتكون إعادة صياغة للـ Topic Sentence، بتكون إعادة صياغة، يعني نفس الـ Topic Sentence بالظبط نفس الفكرة، ولكن بصيغة مختلفة. ناخد مثالها قدامنا: the ancient Egyptians believed in many different gods and goddesses, and each one had their own role to play in maintaining peace and harmony across the land. هو بيتكلم عن الاديان في مصر القديمه لا ولا لا اله الا الله محمد رسول الله بيتكلم عن الاديان والالهه في مصر القديمه فبيقول الانشنت ايجيبشنز بيليفد ان ميني ديفرنت جودز كانوا بيؤمنوا بعده الهه زي ما احنا عارفين في التاريخ اند جودسز والهات and each وان had their own role. وكل واحد كان له دور معين وبيلجؤوا له في اوقات معينه دي عباره عن توبيك sentence زي ما احنا شايفين توبيك sentence هي الجمله الاولى بتذكر الموضوع وبعدين بتعلق على الموضوع ده نشوف الجزء اللي تحتها على طول من اول سام جودز سام جودز اند جودسز توك بارت ان كرييشن بدا بقى يفسر التوبك سنتنس الاساسيه بدا يدي ديتيلز اكتر بدا يدي افكار اكتر فبيقول ان بعضهم كان بيشارك في عمليه الخلق other gods and goddesses brought the flood every year كانوا في الهه معينه بيلجؤوا لها عشان الفيضان some offered protection وبعضهم بيلجأ للحماية وهكذا وهكذا يبقى هو هنا بيدي supporting details على الفكر الرئيسي نيجي نشوف آخر ثلاث سطور كده هنلاقي ال closing statement مكتوب the ancient egyptians believed that it was important to recognize and worship these gods and goddesses so that life continues smoothly نفس بالظبط نفس topic sentence ولكن بتعبير آخر زي ما انتم شايفين كده بتعبير اخر ولازم طبعا نكتب توبيك سنتنس ولازم نكتب السبورت ديتيلز ولازم نكتب كلوزنج ستيتمنت اقصد لازم نكتب الجمل دي لكن ما تكتبش في الامتحان جمله وتكتب سهمي زي ما انا عامل كده وتكتب عليه توبيك سنتنس لا انت اكتبها وبس واكتب الديتيلز وبس ما يكتب الكلوزنج ستيتمنت من غير ما تكون كاتب الساينز ال نفسها think of a good topic sentence ده تدريب ليك برضه كنت قاعد كده بيقول مثلا احنا عندنا هم مجموعه من الديتيلز اللي قدامنا دي فور ديتيلز بينجوين مامز lay the eggs البينجوين penguin moms اللي هي الانثى البطريق بتضع البيض and afterwards leave to get <coughs> food for two months وبعد كده بتسيبه عشان تجيب الايه تحصل على الطعام وبتسيب البيض لمده شهرين. <coughs> penguin dads incubate the eggs until it hatches They take turns بيتناوبوا مع بعض taking uh, caring for their uh, chick and feeding in the sea. وبيتناوبوا مع بعض في رعاية الصغار وإطعامهم. Once the egg hatches أول ما البيض بتاعهم يفقس، the young stay sheltered. بيكونوا محميين in the pouch of the mother. في آ, ال, في جزء من الأم ال, 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 ال while زي cangrew كده ما بيكون في جزء الكيس اللي بيكون قدامه ده while their father brings food دي عباره عن فور details لو احنا هنختار لهم توبك سنتنس هتكون توبك سنتنس زي كده مثلا mother and father penguins both take care of their young يبقى ديت عباره عن توبك سنتنس الجمله الرئيسيه اللي بتلخص الموضوع كله دي جمله ثانيه mother mother and father penguins play a very important role in raising their young جملة ثالثة penguin moms and dads المفروض تكون moms penguin moms and dads are very good parents دي كلها عبارة عن topic sentences أوكي okay. um, وبلاش يا جماعة احنا بنكتب paragraph نكتب I will talk about أو I will write about أو الكلام ده ماشي ده تمرين تاني اهو برضو مش هطول عليكم فيه حاولوا تبصوا فيه وان شاء الله الامور سهلة خالص حاول اشوف لكم برضو ملف تاني يكون سهل شوية زي ما احنا شايفين برضو الرايتنج uh, أ paragraph بيعرف الباراجراف الاول والملف ده مهم جدا عايزكم ما تيجوا تذاكروا تذاكروا بنفس الترتيب اللي انا ماشي بيه كده a paragraph is a unit احنا هنا اهو a paragraph is a unit of thought which represents one clear idea يعني الباراجراف ده عباره عن وحده فكريه يعني ايه يعني موضوع واحد و... واحنا بنناقشوا مجموعه من الجمل paragraphs are formed through a series of sentences الباراجراف ده بيتالف من مجموعه من الجمل in academic texts most paragraphs will have at least four or five sentences في السياق الاكاديمي او في الكتابه الاكاديميه الباراجراف عاده بيتكون من اقل شيء اربع او خمس جمل Thinking about the best way to organize these sentences in your paragraph is necessary. لازم تفكر في طريقة كويسة أنت ترتب الجمل في الparagraph زي ما احنا قلنا ان في ثلاث طرق: time place او location and importance. طيب مكتوب tip، tip يعني نصيحه سريعا نصيحه: the minimum length of a paragraph is approximately five lines. The maximum length of, um, would be half of an A4 page يعني اقل حاجه للparagraph خمس سطور. واكثر حاجه ان هو ياخد نص صفحه A4 صفحات التصوير اللي احنا بنصورها دي However it is best to stop at around 10 lines لكن من الافضل الباراجراف يتكون من 10 سطور هنزل تحت شويه عشان نشوف لازم لازم مش مونسين نكتب انواع مختلفه من الجمل لازم نكتب جمل سمبل اللي احنا خدناها قبل كده لازم نكتب جمل سمبل لازم نكتب جمل كومباوند uh, uh, ولازم نكتب جمل كومبلكس لازم نكتب جميع انواع الجمل فاحنا ما بنكون بنضيف جمله على جمله او بنضيف فكره على فكره to add ممكن نستخدم also أو in addition أو furthermore تمام يبقى احنا كده لما بنيجي نضيف جملتين أو فكرتين بنستخدم also أو in addition أو furthermore to compare similarly أما نكون بنقارن بين موقفين اتنين بنستخدم similarly in the same way contrast أما نكون بنقارن بين الأوجه الاختلاف يعني compare بنقول أوجه الشبه لكن contrast أوجه الاختلاف فبنستخدم كلمة however أو on the other hand اما نكون هندي امثلة فبنقول for example for an instance وفي النهاية بن... او عشان نلخص او نوضح فكرة باسلوب تاني نقول therefore وبناء عليه او thus او hence المهم حركة ما تكتب الباراجراف لازم تقيم الباراجراف ده من كذا طبقا لكذا معيار criteria لازم يكون فيه زي ما احنا شايفين في الصوره نمبر 1 لازم يكون فيه topic sentence لازم يكون فيه الجمله الرئيسيه نمبر 2 يكون فيه coherence 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 ده يا باشمهندسين معناه التماسك الداخلي للباراجراف يعني فيما معناه ان ما يكونش وانا بقرا الباراجراف كده احس ان كل جمله جايه من حته لا وده بنحققه ازاي بنحققه ان يكون في كلمات ربط بين الباراجراف زي مثلا كلمه in addition او furthermore مور يكون في كلمات ترتيبيه زي كلمه first second, third, فاينلي يكون في استخدام للضمائر كمان يعني مثلا وانا بتكلم عن smoking ما اقعدش في كل جمله اقول سموكينج سموك لا اقول سموكينج وبعدين اقول إيت بتكلم عن مثلا الداد بينكوينز ارجع اقول عليه زي بتكلم مثلا عن احمد ارجع اقول عليه هي يبقى استخدام الضمائر برضه بيخلي الباراجراف مترابط كمان في نمبر 3 محتاجين يكون في يونيتي يونيتي يا باشمهندسين معناها وحده الموضوع يعني كل السنتنسز والسبورتنج ديتيلز كل الحاجات ديت بتدعم فكره واحده فقط وهي التوبيك سنتنس لازم كل الم... الكلمات او كل الامثله او كل او كل الجمل بتناقش فكره واحده بس ما ينفعش اكون بتكلم عن البينجو دادز مثلا وبقول ال... بتكلم عن ذكر البطريق واتكلم بعدها اقول لك ايه او اقول ايه مثلا اقول لايف ان ذا سي از هارد الحياه في البحر صعبه لا ما لهاش علاقه بالموضوع او اتكلم مثلا عن هاو دو لاينز بروتكت ذير كابز ازاي الاسد بيحمي الصغار؟ لا ما ينفعش طالما طيب انا اتكلمت عن البنجوينز يبقى بتكلم عن البنجوينز الا اذا كان الباراجراف نفسه عباره عن مقارنه بين حيوانين اتنين. نمبر 4 اللي هي الفلو فلو اوف سنتنسز ان يكون في تدفق او تسلسل للجمل بطريقه سهله وسلسه. اهو ده الشرح بتاعها تحت. Topic sentence, a statement of the main idea you will discuss in the paragraph. هي التوبك sentence هي عباره عن الفكره الرئيسيه للباراجراف Unity each sentence builds on كل جملة بتعتمد على وبتوضح وبتشرح وبتفسر the main idea of the paragraph اللي هي topic sentence coherence معناها ان the main idea is developed using explanations examples in a clear logical connected way ان احنا بنعرض الافكار كلها بطريقة واضحة clear logical منطقية and connected ومترابطة مع بعضها ما حيث ان كل جملة جاية من حد flow the way you order your ideas. الطريقة اللي احنا بنرتب بيها الأفكار بحيث إن احنا ما نجدش صعوبة في إن احنا ننتقل من فكرة لفكرة ثانيه ده paragraph sample أهو قدامنا اللي هو على الشمال ده سب... uh... sport psychologists are also assisting coaches to manage talent. دي topic sentence يا باشمهندس. أما أقول سب... sport psychologists اللي هو علماء النفس في الرياضة are also assistant coaches بيساعدوا او بيساندوا الكوتشز اللي هو المدربين to manage talent عشان يتحكموا ويطوروا المواهب دي topic sentence مكتوب في الجنب اهو topic sentence نيجي بقى نشوف explanations doing so requires an understanding that talented people are good at reflection good thinkers لازم يكونوا good thinkers ده بقى الحاجات اللي بيعملها psychologists عشان يساعدوا الكوتشز they also exploit their strengths through strong self-awareness which is turned into their advantage بيشرح الأفكار اهو وبعدين بيقول in addition زي ما انتم شايفين وبعد شوية بيجيب مثال أهو مثال من مرجع كمان ومش بس كده جاب المثال لأ ده expert sources paraphrase جاب المثال جاب المثال وبعدين عمل له إعادة صياغة paraphrased وبعدين referenced يعني ذكر اسم المرجع اللي هو جايب منه، حذار ان انت تاخد من موقع معين من غير ما تذكر الموقع ده. ده يعتبر آه نموذج جيد جدا ل Paragraph Sample لموضوع كويس. طيب نشوف برضو حاجة تالتة. أنا جايب لكم Example of a Good Paragraph. ده نموذج جيد جدا للباراجراف. Paragraph، أما نيجي نبص كده. An example of a good paragraph. آه زي ما احنا شايفين English has become a very important language for several reasons طبعا وحرك بيكتب في الامتحان ما تحطش خط ولا اي حاجه ولا تعمل بخط عريض او الكلام ده او تكتب توك sentence لا اكتب زي ما هو الكتابه العاديه مكتوب اهو English has become a very important language for several reasons الانجليش اصبح لغه مهمه جدا لعده اسباب معنى كده اول ما نقرا التوبك سنتنس دي هعرف على طول ان الباراجراف ده كله هيتكلم عن اهميه الانجليش واسباب اهميه الانجليش مكتوب هو firstly it enables communication with people of different nationalities اما نيجي نشوف firstly و secondly و هنلاقي الاربع كلمات دول بيساعدوا على الكوهيرنس اللي هو التماسك الداخلي ليه الparagraph التماسك الداخلي للباراجراف شوية وكتب كلمة for instance for instance هي هي for example one can communicate with people who come from English speaking countries as well as countries where English is not the native language اهو بدا يتكلم عن ان هو في بي... الانجلش بيخلي في تواصل مع الدول الثانية حتى الدول اللي مش بتتكلم لغة انجليزية وبتتكلم لغة مختلفة زي الهندي مثلا بتتكلم أردو فتلاقينا اللي احنا لو هنتواصل معاهم نتواصل معاهم بالإنجليش ده نمبر 1، secondly نمبر 2، no one can deny the importance of English in education. ما حدش يقدر ينكر أهمية الانجليش في التعليم and in the students' life وفي حياة الطلاب. Many كده جاب السبب الثاني وهيشرحه برده بيقول many of the world's books are published in English. معظم الكتب في العالم دلوقتي في مختلف العلوم بتكون باللغة الإنجليزية. Also most of the content produced on the internet is in English ومعظم حتى المحتوى اللي موجود على الانترنت موجود باللغة الانجليزية أما حركوا تكملوا كده الباراجراف هتلاقوا فيه additionally و thirdly و fourthly وساعد يستخدم كلمة because و not only و but also وفي النهاية زي ما احنا شايفين مكتوب in short ديت ال closing statement أو ال conclusion. In short, English is really essential in today's world. أنا بعتبر الباراجراف ده نموذج جيد جدا للباراجراف. أه, بتوقع إن أسوة بزمايلكم اللي امتحنوا قبلكم أعتقد قسم الطاقة أو أطراف أو حاجة زي كده، أنا شفت الامتحان بتاعهم سريعا وبرضه هبقى معاكم في فيديو تاني لأن ممكن يكون الامتحان مشابه أو مختلف مش هنخسر أي حاجة إن إحنا نحله، بس بنسبة كبيرة هيجي في الامتحان كتابة باراجراف. هيطلب من حضرتك مثلا انك تكتب باراجراف عن اي تي انا جمعت لحضرتك مجموعه باراجرافز انا حقيقه ما شفتش الامتحان طبعا وما اقدرش اقول لكم ايه اللي هيجي وايه اللي مش هيجي انا بحاول ان انا اساعدكم وان انا ااهلكم للامتحان انا عملت لحضرتك وجمعت حركة الباراجرافز ديت من على الانترنت دول عباره عن فايف باراجرافز عن الموضوع اللي هو الاي تي انت حاول تقراهم كويس وحاول ان انت تشوف منهم الجمل اللي تناسبك لو شفت كل باراجراف من دول هتلاقي فيه topic sentence وهتلاقي فيه supporting details وبعدين فيه closing statement وهتلاقي فيه جمل بتستخدم زي كلمة after وزي كلمة in addition furthermore وهكذا هقرا معاكم الباراجراف الاولاني عشان يكون سهل عليك ان شاء الله في المذاكرة هنحاول كلنا يعني كل واحد ايه ما نركزش كل الدفعه على باراجراف 1 او 2 او 3، لا كل واحد ياخد الباراجراف اللي يناسبه ويكون من الافضل كمان انت تحاول تشوف الافكار وتكتب باسلوبك انت. ده يكون افضل كتير. The 21st century is known as the age of information technology يعني القرن ال21 اللي احنا عايشين فيه ده بيعرف بعصر الانفورميشن تكنولوجي، تكنولوجيا المعلومات. اي تي هاز ديفلوبت كلمه اي تي زي ما انتم شايفين لازم تكون كابيتال لان ده اختصار.

ويعملوا به everything from computers and the internet كل شيء من أول الكمبيوترز والإنترنت to e-commerce لحد التجارة الإلكترونية والسيلفونز السيلفونز والهاتف المحمول are the results of information technology كل دي عبارة عن نتيجة للinformation technology زي ما درست في الكلية إن information technology داخله في كل شيء Advancements in technology and better information systems provide lots of possibilities in communication and connectivity. وطبعا التقدم في التكنولوجيا ونظام المعلومات كل ما يتطور ده بيوفر امكانيات كبيره وامكانيات افضل في التواصل وامكانيات الاتصال بين سواء الافراد او الدول او الكلام After the invention of the computer and the internet, the world has changed a lot. وطبعا بياخد مثال على الكمبيوتر والانترنت ان دول امثله للتكنولوجي فبعد ما تم اختراعهم العالم تغير تماما just a press of a button or a swipe يعني مجرد ضغط على الزرار او سوايب او تحريك للشاشه can get you many things that you want تقدر تعمل بهم حاجات كتير جدا الناس تقدر تحول فلوس تقدر تتاجر تقدر تضرب في البورصه تقدر تتكلم مع ناس في امريكا وانجلترا وكل مكان you can talk to those Living miles away تقدر تتكلم مع ناس عايشين على بعد كبير جدا مسافات بعيدة جدا Miles أميال Or see people in different countries Through video conferencing أو تشوف الناس من الأماكن التانية من خلال video conference اللي هو المؤتمر عبر الفيديو أو الاجتماع عبر الفيديو You can even buy groceries and food from websites Just by sitting at home وطبعا ده متاح جدا دلوقتي أن الناس تعمل shopping من البيت والحاجة تجي لها لحد البيت sharing knowledge and gathering of information has become much easier. حتى مشاركة المعلومات والحصول على المعلومات أصبح أسهل وأسرع cheaper وأرخص enjoyable أكثر متعة. All these are the greatest advantage of IT. ودي كلها مزايا لل IT and it had made the world a better place to live. هي خلت العالم مكان أفضل للحياة. In conclusion, وفي النهاية, we can't imagine life without information technology. ما نقدرش نتصور الحياة بدون information technology. زي ما انتم شايفين, the بيتكون من um, topic sentence موجودة فوق اهي. دي topic sentence اللي هي بتتكلم عن أهمية information technology وازاي وهي مهمة في حياتنا وتحتها موجود supporting details وبعدين في النهايه خالص موجود ستيتمنت ال او الكونكلوجن انا بعتقد ان ديت باراجرافز كويسه جدا لو جه جالك في الامتحان حاجه زي كده تقدر تكتبها وتستعين بيها دي نهايه الفيديو تحت امركم لو في اي اسئله طبعا تواصلوا معايا فورا شكرا جزيلا wish you all the best of luck goodbye